مساكم الله بالخير. الله يا يطول. مرحبا ومسهلا اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدات، الله يحييكم في برنامجنا همسة خاطر العبر اللي في كل همر. طبعا عندنا اليوم ضيوف اعزاء، نحن اتمنى من ضيوفي الاعزاء انهم تكونوا تعدلون اليوم. راح ازيد الكيل شوي، لكن الجمهور حاب يعرف امور واجد وحنا ما خفي شيء على الجمهور. راح 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 راح. فنبدا من يمين مع اخوي درب الاعلامي سيد ابو ظهير. يا مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. الله يسلمك. الله يحييك. شلونك طيب؟ تفضل طال عمرك. لي شرف اني اجلس قدامك. نبدا مع الشخص الجميل اللي الله يطول عمرك، اللي اعطى في مجال الاعلام كل شيء يقدر يقدمه. على راسك. امتع الجمهور، امتع اخوياه. الله يطول عمرك. عبد الله بن مبارك الشمري، الملقب بكحلا. الله يطول عمرك. الله يحييك. شلونك؟ سعدت بمقابلتي معك اخ زايد بن سابر. اول سؤال. مع ضيفك العزيز. كحلام. هل في اشخاص من نسخة البزنس ما تواصلوا معك؟ جاوب بكل صراحة. اي نعم. في اشخاص بعد ما خلص البزنس انقطع التواصل معهم نهائيا. حلو. نعم. طيب. اخوي مرحبا لي. نعم. سوف نذهب وانا. خلاص روح. الى اللقاء في. الله يلقاك. لبيك. طيب خلاص. سعيد ابو ظهير، بما انك سبقتنا في مجال الاعلام، سبقتنا في برنامج واقعي قبل تقريبا سنه، صح؟ نعم. نعم. طيب وش اللي تغير في حياتك بعد موضوع البرنامج؟ بكل صراحه تجلى اليوم. كل الصدق؟ اي والله. والله شوف، احنا طلعنا يعني دخلنا ناس وطلعنا ناس. كيف؟ يعني دخلنا صدق، والله دخلنا البرنامج يعني حياتنا عاديه. طلعنا من البرنامج يعني برنامج السوق كان البرنامج الوحيد اللي على الساحه، ما في برنامج واقعي، لا البرنامج اللي في القنوات الاخرى الحين ولا شيء. ما في الا هو. كان الاقبال علينا كثير من الجمهور. طلعنا والله حصلنا بعد ما طلعنا صراحه، حصلت الكبير والصغير. كيف حالك سعيد عبد الله داي؟ شعور جميل. اي والله. وفي نفس الوقت الرسائل تجيك من كبار سن ولا من اي واحد يثني عليك يدعي لك. معلش تسمح لي اقاطعك، احنا تكلمنا عن موضوع وش تغير في حياتك. تغير اول شيء والله شخصيتك. اي والله شوف، موضوع كنت انسان فوضوي يعني متشتت، ما ادري كيف ارتب اموري. لكن بعد ما طلعت عرفت ان فيه يعني مثلا محتوى لازم تسويه، خلاص شفت يعني صرت انت على يعني جدول معين. يعني حتى السناب بعض الناس يستهين بالسناب انك تصور وخلاص، لا انا صار عندي امور يعني صرت تدخل في حاجات ما كنت اعرفها، اعلانات، دعوات تجيك، يعني امور كثيره والله. حلو. وفي نفس الوقت اللي يجيك يعني واحنا في البرنامج اما اتصال ولا رسائل عن وقف، نحن تبرعنا عنك، عن انت وامك ولا ابوك ولا والدك. يعني في حاجات كثيره ايجابيه يعني صارت في حياتك. اي والله. طيب اخويك حلان. نبي. وش اكثر شيء ندمت عليه في موضوع الاعلام؟ الاعلام؟ تمنيت ان الشيء هذا ما حصل او انك ما سويته. اتمنى انه ينمحي من السي في حقك. لكل كبد كبوه جواد يا ابو سابر. كل جواد كبوه. او العكس. في اشياء يعني في اشياء الواحد يخطي فيها. يعني احيانا يا طمر يا يصيب يا يخيب. صادق. وفيه اكثر يعني من اشياء اللهم لك الحمد يعني كويسه، ولا اتوقع ان في شيء يعني خبت فيه. حلو. طيب لو تسمحوا لي توضيح بسيط، بس حنا بشر وحنا ما في احد منا يخلى من الخطأ، الهبقات والاخطاء، فكلنا معرضين للاخطاء. لكن اللي يفرق عني انا كشخص موجود في الاعلام عن شخص ثاني عادي اني انا كل شيء بين، فالخطا اللي عندي انا بمية خطا عند شخص ثاني. صحيح. فنتمنى من كل من يتابعنا او يشوفنا، احنا ترى بشر نفسنا نفسكم، نخطي نصيب ونتندم على الخطا ونستانس اذا صبنا. فنسال الله تعالى ان الله يدلنا ولا يذلنا، وان الله يدلنا على طريق الصواب ولا يغوينا. اي والله. نعم. وكلنا عندنا هبقات وعندنا من الله ما نستحق. طيب اخوي سعيد ابو ظهير، اول شيء اشهد الله يا ابو ظهير اني انا شخصيا اول ما دخلت البرنامج شفت اسمك معنا كنت اقول في بالي سعيد ابو ظهير ك
كيف بتقبل الشخص ذا؟ كنت اشوفك انك رسمي وانك شخص وإن يعني كنت اراك بنظره ثانيه. فاشهد الله ان من دخل يوم يمكن عابر اربعه او عابر يزبد انا من في البدايه تغيرت نظرتي لك بشكل كبير واكتشفت انك شخص طيب قلب وشخص عسجيت وشخص والله العظيم انك ما اجينا لبعدك والله يا ابو انت مكسر واضافه لي والله الله يسعد قلبك لبيك تفضل ابو ناصر معنا جل تفضل يا سعيد كان بيجيك سؤال حراق لكن الله سترك شفت كيف الله ارسلني لك يا مرح صرت الله يسعدك يا مرحب يا هلا انضم الينا تجيب. حديثا الاعلامي المخضرم طيب انضم الينا حديثا السلام عليكم عليكم السلام الاعلامي المخضرم الجميل الانيق مخضرم كذا كبرتنا سعد الغرمول الله يسلمك في برنامج همسة خواطر همسة خواطر همسة خواطر الله على الاسم اليوم نبغاك ابو ناصر تتجلى اهمس تتجلى نبغاك تطلع صراحات كلها طيب ابشر سعيد بالله يقول لهم شغلهم كيفات يا اخي الاسئله حاره جدا احس اني احتريت حسيت طيب احنا برنامجنا هنا طول عمره سلامه نبغى واقعيتك كامله ما نبغى قيود يا سلام وانا انت ابو ناصر من الاشخاص الشجعان اللي ما يعني في حاجه في راسه حاجه يقولها على طول طيب وهذا اللي جابتني في جدار ما في مشكله انت عليك في الليبنيات كل الناس يفسرون اللي يفسرون يلا اهم شيء روح اصفي نيته اهم شيء على لك على عبد الله جو سلكته لا 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 احنا الموضوع هنا موضوع ثاني بسوي بينكم بعد انا ابغاه ازهل ها طيب سعد الغرمول اسلم هل في موقف صار لك في الاعلام تمنيت انك ما سويته او انه يمنح من السي في حقك في الاعلام ادري الاسئله حاره شوي لكن انا قاعد اتذكر بس هو لازم يعمل صفات ما دخل عشان اشوف الاجابه الله جت الاجابه شفت من بدري يا اخي هات النظاره والله المواقف كثير يا زايد لكن مستحيل ان اصلا نقعد كذا ما نسوي حاجات ما يعني ما نبغاها لازم يعني امور نتندم عليها بعدين وتصير كذا تلقائيا بقول لك شيء ممكن تكون الصراحه مزعجه في بعض الاحيان فعلا و يعني ما هو شرط انك اذا كنت انت على حق الناس يفهمون انك بتعلي صوتك وتصدح بصوت الحق وتقول انا على حق لا هذا اللي انا اكتشفته وانه لا حتى لو انت على حق ما يصلح انك تكون الواثق دائما احنا اخذنا وعرفنا ان اللي دائما على حق ما يخاف من شيء يقول نعم انا على حق وكذا 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 ويعد الحق ترى الدنيا دواره يعني مع الايام راح يبين الحق يبين الحق مستحيل ان شخص يقدر يظلم طول حياته او ياخذون عنه صوره وهي خطا وتقعد الصوره هذه طول حياته صحيح. في الدنيا دواره مع الايام راح يكتشفون الناس صحيح. ان فلان لا والله كان على حق لا صحيح. والله احنا ما فهمناه لا والله انه كان كيت 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 طيب اخويك حلان هل خسرت علاقات عندك بعد ما دخلت اعلام يا من اصحاب يا من اقراب يا من معارف يعني بعد ما دخلت اعلام خسرت انا من السوشيال ميديا وانا اخسر لا من غير السوشيال ميديا يعني مثلا انت خويي اقولك من السوشيال ميديا وانا اخسر يعني انت الحين مثلا خويي حلو انت فجاه كذا اشتهرت ودخلت ورحت ودي فاهمك انا خسرتني بعد ما تخشيت الاعلام هل فيه؟ فيه انا اقولك من السوشيال ميديا وانا اخسر يعني اعلام برضو يعني السوشيال ميديا اعلام يعني. هل متندم؟ لا السوشيال ميديا غير انه اعلام هل متندم؟ شلون؟ لا والله على خسارتك الاشخاص ذولا؟ خسر عشان الموقف او عشان سويت حاجه او اني نجحت باشياء ثانيه طيب ايش رايكم في اللي يقول لك مثلا ابغى الحاجه الفلانيه حلو خدمني الخدمه الفلانيه وانت
قبلها يعني في امور واجد خدمت فيها ولا انك يعني تدور من ورا شيء، لكن جاك يبغى منك خدمه فلانيه صغيره وانت ما قدرت لها، معها كل اللي سويته وصار يشوفك لا انسان ما تخدم، تعليق عندك ابو ناصر؟ في ناس واجد زي كذا. فيه تحصل تحصل يعني، يمكن في مثال ثاني موضوع ثاني، لكن انا اشوف ان فيه ربط لموضوعك هذا. مثلا اللي يتسلف مثلا من احد سلفه، والدنيا دواره والناس تحتاج بعضها ما فيها شيء، لكن يجي يدور سلف من فلان وهو خويه وكل شيء، في يوم يجي رد السلف الموعد يتصل صاحب الفلوس يقول يا اخي رد لي موعدنا عدى وانت سلفت مني لاخر الشهر والحين الشهر جاء وانت ما اعطيتني، فيقوم يزعل ويقفل من عنده. وانت صاحب حق. وهو صاحب حق، فيسبه قدام الناس، هذا اشغلني كل شوي يتصل، هذا اشغلنا يا اخوي. هذه حصلت قدام عيني، وشخص كذا مسكته قلت يا ولد اصحى الرجال انت هذا حقه. قال يا ابوي بس اشغلني ذا ازعجني. قلت حلوه ذي، تاخذ حق الرجال وتقول ازعجني؟ يا اخي رد للرجال حقه يا اخي. واذا الرجال قام فهو قام من عند حقه، ما قام ياخذ يبي منك شيء. وش اللي خليته يسوي زي كذا طريقه؟ لو انك مرجع له حقه كان ما فيتاذى منه ويسوي لا، ولدرجه والله العظيم انه سمع اذني وشوف عيني انه يقول خليه يشتكي، خليه يروح. والله اني حتى نعرف لي ناس في المركز الفلاني اني لا خليهم يضيعون المعامل. يا شين الظلم شين. قلت له ليه ليه طيب؟ قال ليش يسوي حركات دي؟ ليش يدق علي يزعجني؟ ليش يزعج وليش يكلم فلان؟ وليش يكلم فلان؟ قلت له هو كلمهم من اول مره؟ قال لا. قلت كم لك مطوف؟ قال سنتين. الله سنتين والرجال يطارد وراه يبي حقه والمبلغ ما هو بسهل. فنفس الوضع هذا انه في ناس تهدم كل اللي وراه، تهدم كل شيء من موقف واحد. طيب اللي قبلها كله ما يقدرونه ولا يثمنونه ولا يشوفونه شيء، مجرد ما يصير منك زلة، ما يبزلة أو عذر يعني عن خدمة أو شيء، فيقول لك لا أنت جل فيك وفيك ويطلع لك الأسباب واجد. قبل أجيك كلام على الموضوع أبو ناصر ذكرني في موقف، في شخص كنت أعرفه معرفة دراسة بين علاقة بسيطة تلزم يعني. الرجال كلمني يبي له سلف حلوين جميل، عطيت عطني رقم حسابك حولت له. المرة الثانية المرة الثالثة ما رجع ولا حاجة ولا طلبت بأي حاجة. المرة الثالثة المرة الرابعة يمكن وصل التوتر كله، ما ود والله ما أدري بالضبط كم لكن تقريبا حوالي 2000 ريال التوتر كله. جميل حلوين. شهرين هو زي كذا كل اسبوعين يدق لي ابو صابر كيف الحال والله اني رايح الحساء ابغى لك بنزين ما ادري احول. دق لي يا طول عمر السلامه بعد بشهرين، صابر والله العظيم اني محتاج 150 ريال، والله العظيم اني بروح الحساء عند البل ما ادري ايش. قلت والله العظيم يا ابو فلان ما عندي، ما كان عندي حساب الا يمكن تقريبا 210 او 200 يعني شيء اللي يسدني بس. يا قلت والله ما عندي. قال ابد بيض الله وجهك. واجي بعدها طول عمر السلامه اصور في كوفي حلوين مع العيال وصور وزي كذا، ارسل لي في سناب تقول لي ما عندك فلوس وخذت رايح الكافي. يعني انت مخاشرني في حلالي ما جاكم عشان استفهام. انا قال هذه نهايه الاخوه اللي بيننا سود الله وجهك. يعني هو يعرف منك هو والله يا عيال ان على ما جاكم مخاشرك في حلالك ذا يا ولد. انه عطى وانه حذفني حلوين. هو علاقه اللي بيننا ما هي بقويه مره، لكن والله العظيم انها يمكن فوق 7 مرات أو 8 مرات انه والله ما يكلمني على اشد علي الله انه ما يكلمني الا في حاجه في حاجه يلزمه. يا اعطني مترك يا حول لي، يا اعطني مترك يا حول لي. يوم طلعت من البرنامج هذا اصلا من البدايه كان عرفتها انت انه حق مصلحه يعني صادق، لكن انا دلخه احيانا. يوم طلعت والله العظيم يوم طلعت من البزنس يا طويل السلام يجي اتصال السلام عليكم كيف الحال؟ مسابر كيف الحال؟ الصوت ما ابغى يرب علي. ابو سلطان بريك وقف هزف ده فلان كيف الحال؟ طيب والله العظيم لك واحد تكفى عزيمة نبينا بعزمك عندي في الرياض اللي متواجه بين انت قابل زي كذا. والله يا عيني انصدمت قسما بالله اني طالع هو نفسه هو راعي الكلام ذاك نفس الموقف ذاك ما بي حياة لسنتين يعني مدري سنة لا ترجع له ما زلبته
فهذه من الحاجات اللي تقعد في الخاطر ما تفطر في الخاطر. عطنا تعليق ابو مبارك. ابو سابر شوف راح تلقى الدنيا هذه كلها تلقى الصاحي والمجنون تلقى اشياء كثيره يعني ضدك ومعك، ولكن بشرط الرجال اللي يتجاهل الموقف هذا خذ منه درس. هذا الشخص اللي اوكي اقعد اقعد احمد، لا تجي وراي لا تجي وراي. تعال هنا اسلم زين. الرجال اللي ياخذ يعني احذره اللي ياخذ عيضه من الموضوع هذا، هذا اوكي اموره يعني تمشي مثل ابو سابر يعني درى ان هذا راعي مصلحه خذ الحيل والحذر. لكن كنت ادري من قبل بس نسيتي. بس وشو يا ما يجيك كف على وجهه من الحياه تمشي اموره صح، تلقاه بعدين وشو يا خاوه واحد مصلحتي تلقاه يضرب بريك معه. هلا بس والله يوخر عنه، فالحياه تعلمنا دايم. احمد والله يستر منه. مرحبا كيف حالك؟ احب اجابات احمد انا. حتى انا حبيبي امورك طيب احمد؟ تعال 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 انا لا 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 خلك هنا عادي عادي عبد الله معجبك يا اخي. طيب والله يا اخي انت تعال هنا بمجلس. انت بتمشي؟ بمشي اذا انت ماشي يا اخي خلكم كلكم سوا. احمد ها عطني موقف صار لك انت اخطيت في حق واحد. طيب اول شيء بس تمتلك الشجاعه انك تقول موقف؟ اقسم بالله اني احب صراحه اللي ما امتلكها. ما في احد يخلى من الاخطاء. لا شوف اني انا قصدك اني انا اللي اخطيت. شوف انا بالعاده ما اكذب عليك بالعاده الامانه يعني هذا ما ادري هو الشخص اللي بيني وبين يعني شخص غالي احب اني اشيل قاموس خطا من بيني وبينه. حلو بمعنى بس بينك وبين الناس قناعات كنت مقتنع انك زليت. لا يعني يعني ايه زليت بس مو انت مو كل شيء تجيني فيه تقول هذا خطا 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 خطا. انا ادري انه خطا بس مو كل شيء خطا مثلا يعني مثلا الحين مثلا صار كنت هذه عانيت منها والله الامانه كثير عجزوا احد عجزوا الناس لم يفهموني يفهمونها فيه يعني مثلا يعني انا مثلا انا سعد تمام مثلا انا اخطيت بنقول اخطيت يا احمد هذا خطا اللي انت سويته يا بيني انت طالب لا تطالبني انا بموقف اي هذا موقف بعلمك موقف لا تعاتبني عشان كذا مقدمه ليش اقول لك شيء هذا لاني فعليا ما في عندي شيء اقول ترى انا اخطيت على الشخص هذا. فاغلب المواقف راح تكون كذا يتكلم معي وش راح يقول؟ يقول لي مثلا زي سعد مثلا يتكلم لين 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 ها يعني انت اخطيت يا احمد يا اخي انت ليش تحس بانه خطا؟ يعني دور الزله لا 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 هو مثلا سويت شيء احنا نتعاتب مو عشان يتعدل الشيء تعاتب عشان بس يقول ان هذا اخطيت. اقول ليش اخطيت؟ ليش تقول انه خطا؟ خلاص يا اخي اعتبره صار زلت مني وادمح. هذا اللي اقول لك كنت اعاني منه ما في خطا لا يلا سلام تراني اعتذر. من ناحيه المواقف يا زايد اني اخطيت على احد مو بنت عادي لو هو لا بس اني انا هو عشان كنت ما تشوفها ورط لا صدق انت دايم تفكر اكيد اني اخطيت عادي. طيب ايش اسوي اذا المواقف اللي معي الشخص اي شيء يحس انه غلط؟ لا انت اول شيء انت مقتنع في انك انت لا والله انا اخطيت في انت انا استني والله اقول لك حاجه انت انت اخطيت في حقي وانا دمحت لك وسامحتك بدون ما اقول لك هين هذا علي شيء هذا نفس اللي اقول لك علي ليت والله ما زعلنا الا ابو ناصر والله العظيم لو اثنين يزين والله شفنا تذكر موقف معصوم من الخطا يا احمد؟ لا مو انا معصوم احنا نتكلمكم بجد انتم برجعوا اقول لك والله اخطيت على كذبكم لا فعليا اكيد اني اخطيت بس والله ما يحضرني او شو اخطيت لان في بعض انا سحبت على شخص مثلا خطا هذه سلامه قصرت على شخص هذه تعتبرها خطا هذه هذه خطا السحبه دقيقه واكلم لا خليك واجد والله مثلا تعال بكره مثلا بنطلع حلو تطلع مع ناس تسحب على ذا تنسى منه يعني مثل الفطور يوم اقول اعزمكم على الفطور وتسحب وانت تقول بجيك كنت تقول لي بجيك لا اللي يزعل لو انه راح افطر مكان ثاني انا اتكلم زي كذا هل قلت ما حصل زين الموقف ذا شفت كيف الحين لو ما جيتني يا احمد كنت بولع فيك اللي بر انا بكون معكم صادق اذا صارت اخطاء هذه اروح للرجال لين يفهم مني انه ما هو خطا طب هو خطا هذا مش يعني وهذه والله يا زايد ما اكذب لك اللي جالس اتذكر انا الخطا يعني شوف شوف اخطيت بقول لك انا اشهد في هذه ما اخطيت انه احيانا يشوفني مثلا مو بتغير لا احيانا الواحد يجيه ضغوطات يجيه شيء فتحس انه كذا الاقي احمد يجيني خوي خوي يقول يا دمي خوي قلت ها وش فيك؟ قال انت ملاحظ علي شيء انا جاك مني خطا قلت لا والله ما جاك مني شيء قال لا بس انت تشوفني اني رحت كذا وسويت كذا تحسبني انا يعني ترى كتب الحلال ما انا ماني بيهمك انا مخي وتفكيري برا في ديرتين ثانيه في ديرتين ثانيه
قال لا بس انا ما احب احد ياخذ فكره ولا احد ياخذ اي لان في بعضهم ياخذ فكره عنك وانت على نيتك هذا بدنيهم اللي كذا انه ما خوي ما الحين نيتك انت تسج مني وتطلع مني احيانا يطلع مني كلام ترى صدق تطلع مني تصرفات مثلا عبالي اني مول عليك مثلا اقول زي مره مع واحد يقول يا ولد نزلني تكفى نزلني اوبر روح خلص شغلك لا والله لا والله لا لا نزلك يا ولد روح اوبر انا ماني بافريقيا اوبر متساهل حتى افريقيا فيها اوبر لا لا جنوب افريقيا عند الاسود ما فيه الوكاد بس يا طول العمر يقول ينهون لا الوكاد بس يقول يقولون هالسؤال يعني اجابته راحت 4 كيلو فعليا للامانه والله ما لقيت اجابه تبغى اكتب عليك والله ما لقيت ما اخذت من بدري يقول ما في ماذا انا اقعد اخطيت بعطيك موقف انا اخطيت فيه غادي وقرت اني اخطيت فيه 1% كان طلع من دوره حلو اتفقنا معنا يوم الخميس طلع يوم الربع كان عندهم يوم طالب عرفتوا فلا يحضر يوم السبت فاتفقنا قلنا يوم الخميس ترى بنروح على الحساء بنخلص نشغل هناك وبنقعد ليه يوم السبت وبنرجع الصبح عشان ننزلك هات عمر السلام هطلع على الرجال راح عند هلا امس عند هلا يوم الخميس بكره صبح احنا رايحين نسحب عليه اوه خذيتنا ناس وسحبت عليه لا كذا انا نسيت انا سهيت عنه وصلت الحساء واصور ويوم جاب الليل للرجال ارسل لي يوم ارسل لي قسم بالله مثل مخمس اللي على وجهي يا شيل لا قوي اطالع لا والله ودك عليه يا فلان والله والله اني اخط والله اني بغط ما ادري ايش والله يرجع لك والله يرجع لك والله ما ترجع وينفس فيني لين رجعت انا منفس يوم ترى الاسبوع الجاي واجي اقابله عاد مشكله انه راح الدوره ما واجهته قعدت اسبوع كامل والله اني منقر عليها قهر لا يعلم به الا الله مع اني رحت سجه كذا سهيت عنها واللي معي ما ذكروني اول خطر كبير بعد من اللي معي لانهم يدرون ومتذكرين يمكن ولا متذكرين بس ما كلموا فهمت كيف؟ فعزت خاطري هذا موقف قبل عذرك طيب قبل عذرك الرجال اي اسبوع الجاي قبلته اتذكرك والله العظيم ما قد لان انا اخوياي اللي معي دائما والله جالس مو ما قد اخطيت معاهم يعني مثلا بالعكس لان اغلب كنت ايامي اغلب وقتي تركت بدي غير على نفسي بالذات اخوياي اذا اعطيت اكلم لو اني ضغط نفسي على الشيء هذا يصير سوء التفاهم بس اخطيت خطا كبير الحمد والله ما سوء التفاهم اللي بيني وبينك اللي في الحفل نفس التفاهم هذا نفس سوء التفاهم اني ما رديت بغينا نتخابط انا علمونا طيب وقت الحفل على المسرح بغينا نتخابط لنا خلاص ايش فيكم النفسيه قاعده لا هو موجه لا نوم لا اكل لا شيء وحالتكم احنا كنا موجهين نفس التوجيه وانا فهمت غلط وفهمني غلط ان كلنا نبي نخبط شخص وجهني مثلا توجيه قال سو كذا والشخص ذا نفسه موجه عند احمد نفس الشيء وزايد انا على بالي زايد بياخذ من راسي وزايد على بالي اني انا باخذ من راسي اها على بالك كل واحد بياخذ دور الثاني ايوه من الشخص هذا واللي اخطا الثالث هذا والثالث ادري وجهه حتى من دوش ما ادري وجهنا اثنين متقروش مع الحفل كذا قال زايد سوي كذا ورا عند احمد قال تسوي الشيء اللي قال لي ما وضربكم ببعض وبغينا نتخابط يوم جيت بدخل بالحلول لا جيت بدخل كنا من ضد جيت بدخل قال زايد ما ادخل قال زايد دوري قلت يا اخي دوري زايد ايش فاهم؟ فاهم اني انا باخذ لا من راس كذا قاعد تعرف هو فاهم اني انا وانا فهمت برضه انه تو حددها قلت يا ولد قلت انا تاركن كل قلت تاركن كل الادوار تاركن كل شيء قلت لها يوم جيت باخر شيء بس ايه في حزتها في حزتها مع انه والله انه في حزه النقاش انه بتتخابط بالحلول قارني وقارنه انا انقرت فضغط ورجع ضغطه الله يسعدك رجعني ما ادبك طيب خلاص خلنا نخلي اسولف ما كنا انا ما ادري كراسي ترى والله كراسي ما احبك حرام بروح اسوي لي قهوه والله ما تروح قهوه الا لما اطبخ بسم الله عليك يا حافظ هذا واحد ايه اللي بتعود على الحلو في حلو قالت مات اول شيء في هذا المنبر الجميل من هذا الاعلام الجميل نصلي وسلم على النبي رسول الله الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم في هذا المنبر الجميل تعال يا قلب تعال كان العابس يقول طق 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 الله يا الدنيا كان العابس يقول طق 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 يا الله كان ابو رزاق يدخل من هنا كان الطويل اخونا ابو سلطان يدخل من هنا لا ما زال الان مكانه يا الله دنيا تذكرت حاجه اليوم ناوي اسويها نسيتها تذكرتي بس ان شاء الله بعد شوي اليوم ناوي صايمه هو ما طلع بتبرع ام الوقاف عني اللي يتابعوني كلهم وطلع طلع سلام ما اسهمها انا توني ذكرت هذا الحين فنصيحه لك يا احمد ما هي بالجمهور لك يا احمد النبي بالاشاره تفهمه نعم اذا طلع عليك فعل خير ولا طلع عليك حاجه فيها رزق لنفسك بدها على طول سوى عشان ما تنساها قسما بالله العظيم انك الدنيا تنسيك طلعت ناوي اول ما اخذ جوالي قبل اصور سنابات صبح اني اتبرع وارسلها في الوقف من الوقف واطلع مع السنابات مع السوالف والضحك والمقلب الفايد فارع بالدنيا وضاعت
فإذا في بالك تسوي عمل خير على طول بدأ، خلها مبدأ صادق أو عمل خير، وكذلك شيء يفيدك، شيء يفيدك وبيصب في صالحك. صح. طب زايد الله يرزقنا يا رب القبول. زايد ايش رايك بمقولتك، مقوله لو ما حبك ما عاتبك، يعني مثلا يقول من حبك عاتبك، اللي ما يعاتب ما يحب، واللي ما يزعل ويجي في خاطره من اللي قدامه ترى ما يحبه. طيب والعتاب الكثير اليوم على الطاير ذا اليوم جابني بن فهد فار عتاب، بعد ايش تبعد بعد ما جانا وخبطنا وذا قفا خلاص عيوننا مسكتين بالنار، حصل بيني وبينه عتاب. شوفهم وصلت ان كل واحد نفس من الثاني، والله ان كل واحد نفس، حتى اني ارسل لك ابغاك تفتح غرفه، ابغى انام عندك، اماك فاتح بث دخلت عندك في المساحه، ابغاك تفتح تحط لي ذا تفتح لي عشان اقول لك فهد احمد افتح الغرفه. دخلت السناب رديت عليك، والمشكله اني ما اعرف، بس ما ردت علي عندك مقفل شعرات، ما ردت علي الا بعد ما رجعت، والمشكله اني ما اعرف غرفتك. الموت ولا المذلة؟ الموت ولا المذلة؟ الموت ولا المذلة؟ دقيقة لا انقلبوا على سعيد، سعيد ومصلط، سعيد ومصلط، سعيد ومصلط. يا شو امك، وين هذا معطينا اوفر تايم